الآن مشاهدينا مع الأحوال الجوية والطقس. سارة نجيب من جديد. سارة، شكرا محمد، شكرا نهى. مشاهدينا، هذه تفاصيل أكثر عن أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوكل البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية. فالعظمى في القاهرة 34، الصغرى 22، الإسكندرية 31-18، مطروح 28-18، بورسعيد 29-19، الإسماعيلية 33-21، السويس 34-22، العريش 28-18، طابة 32-22، شرم الشيخ 35-23، الغردقة 35-23، الأقصر 37-21، أسوان 38-22، الوادي الجديد 36-21، شلاتين 32-20، وحلايب 30-20. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.